طقوس وعادات وتقاليد متوارثة اعتادها أبناء الرميثة خلال ليالي رمضان المبارك، أبرزها المواظبة على الجلسات الليلية بين أروقة المضايف والدواوين، ومنها مضيف البجعيلة لاستماع المواعظ الدينية ومناقشة المواضيع الاجتماعية واستذكار الماضي الجميل وتقوية الأواصر الأخوية وحلحلة مختلف النزاعات. شهر رمضان الكريم إلى ميزة تفرق عن باقي الأشهر، شهر رمضان يصير بيننا وبين الناس بالمدينة وحتى ناس من المحافظات يجون، يصير تزاور وتواصل بيناتنا وبينهم، أدعية رمضانية دعاء الافتتاح يبدي أول مرة، تقعد الوادي من هنا تسولف بأيام قبل شلون كان شهر رمضان، شلون يزاورون، شلون يتواصلون، شنو الميزة اللي كان قبل تتفاخر بها الوادي من هنا، قبل يقول لك القطار كان من يجي أو الريل أو أي شيء هنا بالمدينة يجي من مكان بعيد، المجعلة كانوا ما يفطرون أو ما يأكلون مأدبة الأكل إذا ما يجيبون الشخص الغريب إذا ما عنده أحد هنا. وهاي العادة قائمة منذ الآباء والأجداد هو لحد الآن، والحمد لله والشكر والزيد قاعد ما تنقص. ويعد مضيف البجعيلة من المضايف العريقة في قضاء رميثة الذي شيد في العام 1800 ليواكب مختلف الأحداث التي شهدها العراق خلال حقب زمنية مختلفة، ليعاد ترميمه في تسعينيات القرن الماضي ويكون اليوم بمثابة منتدى اجتماعي ومحط اعتزاز لأبناء القضاء. مضيف آل بجعيلة، هذا المضيف له تاريخ قديم من بدايات 1800 تقريبا انبنى وتأسس هذا المضيف، وخلفه قصر يتكون من 38 غرفة، له تاريخ وعاصر جميع الثورات في هذه المحافظة وفي العراق الحبيب. مضيف آل بجعيلة عاد ترميمه عام 1913 على يد المرحوم أحمدي أبو جعيلة، ولا يزال هذا المضيف باستقبال المواطنين واستقبال الناس. ومع تمسك عشائر المثنى وأبنائها بهذا النمط الاجتماعي، يؤكد الحاضرون لا سيما الشباب ضرورة إحياء أصالة أجدادهم وتراثهم العريق دون الانجرار وراء المظاهر الغربية الدخيلة. من قضاء الرميثة نجم الحميد، الفلوجة الفضائية.